باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد وإلى دهر الدور كله أمين. اللهم اجعلنا مستحقين، نقول بشكر يا أبانا الذي في السموات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بداية أحبائي، أحب أشكر الله وأشكر محبتكم وأشكر أبونا الحبيب أبونا أندراوس، وأشكر الأخ أيمن عماد على الدعوة ديت إن أنا أكون معاكم في الاجتماع بتاع الشهيد ونس، نتكلم مع بعض على نظرة جديدة وعامة للنفس البشرية. احنا طبعا كنت اتمنى يكون عندي وقت اكتر من كده، بس معلش الوقت كان محدود خالص. كان نفسي اعمل لكم باوربوينت بريزنتيشن تتابعوا فيها معانا، لكن معلش ناخد المرة دي حاجة سريعة كده وملخصة عن النفس البشرية. الحقيقة النفس البشرية ديت يمكن الانجيل ما ذكرش عنها بصراحة تعريفها هي ايه ومكوناتها ايه، لكن طبعا في الانجيل نقدر لما ناخد روح الكتاب المقدس ونبص نظرة عامة على النفس البشرية، نلاقي ان ربنا ادى النفس البشرية ديت اهمية خاصة، بداية من نشأتها ومن تعريفها ومن مصيرها ومن الاهتمام بيها. البابا شنودة الثالث عامل كتاب لذيذ قوي اسمه من هو الإنسان، وفي الكتاب ده بيشرح انه الإنسان عبارة عن جسد ونفس وروح، وبيشرح قد ايه الإنسان دوت ممكن يكون داخل في مكوناته او من ضمن الاشياء اللي الناس بتهتم بيها، هي الإرادة، هي القلب، هي المشيئة، هي العقل، هي الذهن، لكن كمكونات ثلاثة للإنسان هما الجسد والنفس والروح. عشان كده حتى من ضمن الحاجات الجميلة اللي لما بنقول قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فبيقولوا صورة الله وشبهه في الخلود، وصورة الله وشبهه في الحرية، لكن صورة الله وشبهه كمان في وحدانية الثالوث، كأن الإنسان ده في تكوينه بيعلن عن طبيعة الله كمثلث أقانيم لكنه إله واحد. الإنسان أو النفس البشرية عموما لما نيجي نبص عليها ككلمة، كلمة نفس قريبة قوي من كلمة نفس، وأول مرة شفنا فيها النفس البشرية بتتكون شفناها لما ربنا قال أو الكتاب المقدس قال يعني إن الله نفخ في التراب فصار آدم نفسا حي. في الحتة دي أصبحت نشأة النفس هي عبارة عن ناتج لاتحاد النفس بتاع ربنا بالطبيعة الجسدية بتاعتنا، فأصبح الناتج بتاعهم دوت النفس البشرية. بعد شوية هنشوف انه الإنسان له نفس والحيوان له نفس، بس نفس ده شيء وده نفس شيء. هنشوف برضو انه النفس البشرية ديت هي عبارة عن كيان غير مادي في الانسان، هي جزء من مكون الانسان، واحيانا لما نتكلم عنها او عن الانسان ككل ممكن قوي نقول انه الانسان ده عبارة عن نفس. يعني مثلا لما يجي الانجيل يعد الناس مثلا في سفر العدد، او لما يجي يشوف كم واحد خرج من مصر وكم واحد نزل مع أبونا يعقوب، فيقول إن عدد الأنفس، وكأن لما بيتكلم على النفس هنا بيتكلم على الكيان كله. ده مش معناه إن الإنسان عبارة عن نفس بس بدون جسد، ولا معناه إن النفس دي ما هياش جزء من مكون الإنسان، لكن معناه إن النفس دي مهمة جدا جدا، لدرجة إن احنا لما نيجي نتكلم على هذا المكون من الإنسان ممكن قوي نقول ان الانسان عبارة عن نفس، خمس انفس، تسع انفس، وهكذا. واحد من العلماء بتوع اليومين دول وكان مهتم قوي بطبيعة النفس البشرية قال انه الانسان عبارة عن نفس مركزية. يعني ايه؟
يقول انت منتاش جسد وتمتلك نفس، لا ده انت نفس وتمتلك جسد. واصبح حتى قداسة البابا شنودة يقول في الكتاب بتاعه انه في مثلا ناس نقول عليها النفس الكبيرة، او يعني ناس ليها شخصية قوية، فبنعيد الكلام كله على انه النفس دي هي شيء اساسي جدا ومركزي جدا. النفس طبعا احبائي هي زي ما قلت قريبة من كلمة نفس، حتى بالعبري لما نيجي نبص عليها نلاقي قريبة من كلمة رواح او روح. فبعض الناس خلطت بين النفس والروح، لكن الروح شيء والنفس شيء، وكلمة ربنا تقول لنا انها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين، يعني فاصلة بين النفس والجسد. يقول كده في العبرانيين أن كلمة الله حية وفعالة أمضى من كل سيف ذو حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. الكائن الكامل لما نيجي نتكلم عنه نلاقي المزمور مثلا مزمور 16 وفي حزقيال وفي أعمال وفي الرؤيا يتكلم على إزاي إن الإنسان كنفس ممكن نقول عنه الكيان كله مربوط بالنفس. لما الإنسان بتطلع روحه من جسده، النفس ديت بتروح لموضع الانتظار بتاعها، سواء كان موضع الانتظار ده الجحيم ربنا ما يسمحش، أو فردوس النعيم. عشان كده الناس قالت إنه النفس ما بتموتش. يعني مثلا تيجي تقرأ مثلا انه مات لعازر ونفسه او روحه اخذتها الملائكة، ومات الغني وهكذا. او مثلا نقرأ عن رحيل يقول عنها ان عند خروج نفسها انها ماتت، فكأن النفس او الروح هنا لما بتخرج الانسان بيموت. واصبح وجود الروح في الجسد ده شرط لتواجد النفس في الجسد وشرط للحياة، وهو اللي يفرق بين الإنسان الحي والإنسان الميت. طبعا في قصة لعازر المسيح لما ادانا المثل الجميل ده اتكلم عن انه لعازر وابونا ابراهيم، لعازر كان في حضن ابراهيم وكان الغني طبعا في مكان اخر بينهم هو عظيمة، لكن طبعا الفكرة كلها انه الجسد يروح للتراب، النفس تروح لموضع الانتظار، والروح طبعا تروح للإله اللي اوجدها او اللي وضعها. الانجيل لما جه يتكلم على اهمية النفس قال لنا انه نفس عوضا عن نفس. يعني ايه نفس عوض عن نفس؟ يعني النفس الواحدة يتفدي نفس يتموت بسبب موت نفس. الإنسان مميز عن الحيوان في الحتة دي إنه الإنسان نفسه بتسكن الجسد أو روحه تسكن الجسد فيتوجد فيه النفس، الحيوان لا، النفس بتاعته موجودة في دمه، مجرد ما يتهرق دمه يعني المفروض إنه حياته تنتهي. الإنسان حياته ما بتنتهيش بسبب إن نفسه مميزة وخالدة. الله يعني طبعا زمان كان حرم أكل الدم، قال لنا لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دم، كل من أكل يقطع. لا تأكل نفس منكم دما، لا يأكل الغريب النازل في وسطكم دم. النفس ارتبطت برضو بالدم خصوصا في الحتة بتاعت الحيوان، لأنه الحيوان نفسه في دم. طبعا بالنسبة لدم الإنسان، دم الإنسان مختلف، عشان كده المسيح سفك دمه عشان يفدي كل النفوس. نلاقي مثلا انه نزل للجحيم يخلص النفوس، وهو كمان يقول لم تترك نفسي في الجحيم ولم تدع صفيك يرى فسادا. يقول برضو حاجات كتيرة قوي. ملخص الكلام ايه؟ ملخص الكلام انه النفس في تكوينها زي ما الكتاب المقدس كشف هي عبارة عن تلت انواع وتلت معاني. المعنى الأول إن النفس دي مصدر حياة الجسد للإنسان. النفس أو النفس اللي داخل واللي خارج هو اللي بيقول إذا كان الإنسان ده حي ولا لأ.
النفس برضو قد تعني الإنسان كله، زي ما قلنا نفخ الله في آدم نسمة حياة، صار آدم نفسا حية. وكلمة نفس تعني الإنسان كله، أو نفس تعني الإنسان كله. والنفس من جهة أخرى زي ما قلنا لما بتعني الإنسان كله، نلاقي مثلا يقول ربنا أن الناس اللي كانوا في الطوفان كانوا 8 أنفس، وبطرس الرسول ذكر دي طبعا في الرسالة بتاعته. سفر التكوين يقول عنه جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفس، عايز يقول يعني 66 شخص. أبونا إبراهيم لما كان بيتكلم في سبي سدوم وقدر لعمر قال أعطيني النفوس وأما الأملاك خدها لنفسك، كأنه عايز يقول برضو أعطيني الناس. ربنا يسوع المسيح عرفنا أحبائي إن النفس دي هي لها علاقة بكل ما هو طيب وما هو حسي وما هو مشاعري. النفس بتشعر، زي مثلا ما نقول إيه، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم تجدوا راحة لأنفسكم. ويقول لنا برضو نفسي حزينة جدا حتى الموت. فأصبح هنا النفس مسؤوليتها حتة المشاعر، حتة الأحاسيس. النفس بتتألم وبتتعب، وأحيانا النفس بتمرض، بتمرض أمراض نفسية طبعا. عشان كده احنا نقول لربنا أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. النفس محتاجة إن هي تخلص، عشان كده نقول لربنا في القداس مثلا يكون لنا طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. عشان كده معلمنا القديس يعقوب قال من رد خاطئا عن طريق ضلاله يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا، يعني يخلص الخاطي كله. وجه ربنا برضو زمان في العهد القديم قال لهم اللي ياكل خمير في الأسبوع بتاع الفطير دوت النفس دي تقطع من الجماعة. فأصبح النفس هنا بيتكلم عنها إنها الكيان الكامل بتاع الإنسان، وزي ما قلنا النفوس التي تخطئ تموت زي ما قال في سفر حزقيال. طيب المعنى الثالث للنفس إيه؟ زي ما قلنا أحيانا يتقال معنى النفس في امتزاج مع معنى الروح. لعازر مثلا في قصة الغني والعازر نلاقي الغني يقول أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأجمع غلاتي وخيراتي، فقال له يا غبي في هذه الليلة تطلب منك نفسك. النفس هنا اللي مقصود بيها الروح، حتى الكلمة في العبري رواح أو روح، فقريبة جدا منها. ربنا يسوع المسيح لما جه على الصليب قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي، وكان طبعا الموت تعريفه خروج الروح البشرية من الجسد البشري، مش بس النفس، لا النفس بتوجد في اتحاد الروح وبتذهب مع خروج الروح. طيب النفس أحبائي زي ما قلنا مسؤولة عن إيه؟ ودي اللي أنا نفسي تتعلموه ونفسي تعرفوه كموضوع جديد عن النفس. النفس ليها علاقة بكل ما هو زي ما قلت مشاعري، حسي، نفسي، فكري، عقلي. وأصبح الإنسان الأفكار بتاعته ليها علاقة بالنفس. عشان كده حتى انتوا في مصر اليومين دول يقولوا عن واحد منفس، أو أصبح الإنسان الدوافع بتاعته جاية من النفس، وأصبح الإنسان الرغبات، المشاعر، الأحاسيس، كل ما هو مفرح وكل ما هو محزن، كل ما هو مؤلم، كل ما هو الإنسان يعمل عليه ندم، كل ما هو يعني تلاقوا النفس كده هي اللي مسؤولة عن كل المشاعر والأحاسيس الطيبة دي. عشان كده القديس يوحنا في الرسالة بتاعته قال لنا إيه، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك أيضا ناجحة، أو كما أن نفسك ناجحة. فعايز يقول إنه كل شيء في أمور الحياة ممكن الإنسان ينجح فيه، بس طبعا النجاح اللي هو هيخلي الإنسان فعلا واثق من نفسه أو مبسوط أو فرحان بجد، مش النجاح المادي
ولا النجاح الجسدي، لكن النجاح النفسي. يعني الإنسان وهو عنده خيرات وعنده فلوس وعنده وعنده، لكن نفسه تعبانة متألمة، يعني شعر بضيق نفس، وكأن كل الخيرات اللي حواليه ديت مش قادرة تجلب له سعادة وفرح، لأن النفس تعبانة وحزينة مضطربة، أو النفس عندها نوع من أنواع الأمراض النفسية، القلق، السكيزوفرينيا، الديبريشن، الاكتئاب. كل الأمراض النفسية ديت مهما كان الإنسان عنده ممتلكات وعنده من صحة جسد، هيلاقي إنه ولا شيء في الحياة بيمتعه، لدرجة إنه هو يقول يعني موتي أحسن من حياتي. فبيضطر إن الإنسان يا إما يألم نفسه، يا إما إن هو يموت نفسه بنفسه. نتيجة إيه؟ نتيجة إنه عنده فشل في الحتة النفسية دي. طبعا الفشل النفسي ده مهم أوي إن إحنا نربطه بمحبتنا لربنا، ونربطه برضه بالعلاج النفسي. أحيانا بنقول إنه الإنسان وهو داخل في دور حزن شديد يحس إن الدنيا كلها قاتمة قدامه والصورة قاتمة، لكن في هذا الحزن الشديد يفكر نفسه بالرجاء بتاع ربنا وبمحبة ربنا، ولما يعمل ديت هتبص تلاقي الإنسان ده أصبح في فرح، في أمل، وأصبح في كل شيء قادر إن هو يمشي في ظروف الحياة. تلاقوا إن في واحد مثلا غني جدا لكنه حزين جدا، وتلاقوا إن في واحد فقير جدا لكنه سعيد جدا. ليه؟ لأن الروح أو النفس بتاعته نفس سليمة، نفسياته، أفكاره، مشاعره، أحاسيسه كلها سليمة وكلها في بنيان. شوف القديس يوحنا لما يقول لنا أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك أيضا ناجحة. النفس الناجحة دي يا أحبائي هي النفس اللي تقدر تعمل التوازن في الفكر ما بين ما أمتلكه وما أحتاجه. النفس دي هي اللي تقدر تعمل التوازن في المشاعر ما بين عدم الإفراط في الحزن مثلا، وما بين عدم الإفراط في الفرح. احنا نفرح في الرب كل حين، لكن زي ما القديس الأنبا أنطونيوس قال لنا إن كل شيء يكون بتمييز ويكون بحكمة. فأصبحت النفس دي اللي هي حكيمة، اللي هي ناجحة، النفس دي تتمتع بحتة التمييز الرهيب في القدر الكافي أو في البالانس أو في التوازن في كل المشاعر. النفس دي إذا عندها خير تعرف إن الخير ده مؤتمن عليه من قبل ربنا، فتاخد منه اللي يكفيها وتوزع منه اللي توزعه، زي ما توصل مثلا للنفس الكبيرة بتاعة الأنبا أنطونيوس أو الأنبا أبرقام، اللي كان العطاء بالنسبة له سهل جدا لأنه ربط قيمة نفسه مش في الممتلكات، لكن قيمة نفسه إنه معمول على صورة الله. فأصبح الإنسان في الحتة دي نفسه ناجحة، يعني ما هياش مربوطة بممتلك أو بشيء يمتلكه أو بماديات. لكن الإنسان المريض نفسيا، ومقصودش طبعا مريض يعني عنده اكتئاب أو عنده حاجة تانية، لا، الإنسان اللي نفسه مش ناجحة، الإنسان ده تلاقي طول الوقت بيحاول يشبع نفسه بأي شيء. ممكن يدور على إنه يشبع نفسه مثلا بالهزار والضحك والكلام ده، وده يقول له القديس سليمان الحكيم للضحك قلت مجنون، لأن الإنسان بيحاول يضحك ممكن توصل بيه لضحك هستيري. هو مش بيضحك لأن هو فرحان ومبسوط، هو بيضحك لأن هو نفسه يخدع نفسه ويقول لنفسه أنت سعيدة وفرحانة، على الرغم أنه هو من الداخل مفيش حاجة خالص. فأصبح الإنسان اللي نفسه غير ناجحة إنسان بيحاول أنه هو يداوي جراح النفس ديت بمطببات مؤقتة أو بعوامل خارجية. نقول له عزيزي لأ، العلاج الخارجي مش هيساعدك، ده العلاج الخارجي دوت مجرد عبارة عن قشرة، ومازال تحت القشرة ديت في دمار، انت ما نضفتش الجرح صح. واحد تاني ممكن يدور ازاي ان هو
يعالج مرض النفس وتعب النفس وصغر النفس عن طريق ان هو مثلا يبتدي يهرب من الواقع، فيهرب من الواقع ينعزل عن الناس كلها، او يهرب من الواقع فيدخل في عادات مش كويسة من شرب ومن مخدرات، كل ده عشان خاطر يتوه عن الواقع، لان هو حاسس بصغر نفس رهيب، وصغر النفس ده مش لاقي له علاج. فنقول له برضه عزيزي، مش معنى انك انت تهرب من الواقع ان ده هيغير من الحقيقة. ما تيجي نحطك قدام المراية الحلوة ونقول لك اعرف نفسك على حقيقتها، انك انت مخلوق على صورة الله. اذا كنت حاسس ان انت بدون قيمة وده اللي مخلي لك صغر نفس، نقول لك عزيزي ازاي انت بدون قيمة والمسيح اشتراك بدمه. لما واحد بيجي يسأل على اي حتة تحفة، التحفة دي بكام؟ نقول له التحفة دي بمليون دولار مثلا، فممكن واحد يقول لا ما تكملش مليون دولار، وبعدين يجي واحد يشتريها باتنين تلاتة مليون دولار، فنقول له لا خلاص ده هي مش مليون دولار، ده هي تلاتة مليون دولار وادي الفاتورة اللي اتدفعت فيها. فاصبحت قيمة الحاجة عن طريق اللي عملها او عن طريق التمن اللي هي اتباعت دي. فنقول لك عزيزي انت ليه شاعر بصغر نفس؟ صغر النفس دوت محسسك ان نفسك رخيصة قوي؟ لا، انت عزيز جدا في عين ربنا، نفسك غالية قوي، ولو مش قادر تعرف فين الفاتورة اللي تقول بيها ادي تمن نفسي، اقول لك خد صورة الصليب بتاع المسيح وبصلها كده وقول هو ده الفاتورة اللي اتدفعت فيا. انا ليه حاسس بصغر نفس؟ اذا كان انا مدفوع فيا تمن غالي اشعر ليه بصغر نفس؟ الناس برضه احبائي في حتة المداواه الخاطئة للنفس او المداواه الغير حكيمة للنفس، تسعى دايما ان هي تاخد مثلا سلامها الداخلي من افواه الاخرين. الانجيل بيقول لنا انه ما نهتمش قوي ولا نضع اذهاننا او افكارنا فيما يقول الناس عننا. واحد الاباء القديسين قال كلمة جميلة قوي، قال لا تجعل سلامك يخرج من افواه الناس. سلامك الداخلي وارتياح نفسك وهدوء نفسك مش المفروض يعتمد الناس بتقول عليك ايه. من ناحية انت محتاج انك انت تكون عايش حياة مقدسة وسيرة طهرة، ومن ناحية تانية ما يهمكش طالما انت عامل كده الناس شايفاك ازاي او بتعمل معاك ايه او بتقول عليك ايه. مشكلتنا ان احنا احيانا ندور على قيمة في افواه الناس، والقيمة ديت نسعى دايما نشوف الناس بتقول علينا ايه، ولو الناس ما خدتش بالها مننا ممكن نشحت منهم التقدير والاعجاب والحب، لان هو ده اللي بيخلينا نحس براحة نفسية. لكن يا عزيزي انت قيمتك لا هي في ممتلكاتك، قيمتك مش هي علاجها في الهروب، لكن قيمتك في دم يسوع الاشتراك، قيمتك في ماذا يقول الله عنك وليس في ماذا يقول الناس عنك. يعني شوف مثلا القديس اللي قال لا تجعل سلامك يخرج من افواه الناس، بيقول لك من ناحية رقم واحد ما تروحش تشحت من الناس كلمة تقدير تخليك تحس برضا عن نفسك، ورقم اتنين ما يتعكرش سلامك بسبب كلمة مفهاش تقدير الناس قالوها عنك. لانه احيانا احنا بنهتم بدي وبدي، لكن هذا القديس بيقولك اجعل سلامك يخرج من فم الله. هو قال الكلمة كده، لا تجعل سلامك يخرج من افواه الناس، فانا بزود عليها من عندي اقول ايه، بل اجعل سلامك يخرج من فم الله. طب ربنا بيقول لنا ايه؟ ربنا بيقول سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. العالم بيديكم أشياء كتيرة قوي، النفس بترتاح في سماع الموسيقى، النفس بتفرح جدا من النظر للطبيعة الجميلة، لكن السلام اللي أنا هديه ده سلام اسمه سلام يفوق العقل. نظرة جديدة على النفس أحبائي، إنه النفس ديت نتجة من أنفاس الله، من فم الله،
وسلامها واستقرارها وطهرها وشفاها برضو في أفواه الله وفي فم الله. شوف كده القديس أغسطينوس لما يقول لك: وضعت قدمي فوق قمة العالم حينما شعرت أنني لا أخاف شيء ولا أشتهي شيء. ليه كده؟ لأن عارف إنه قيمتي في شخص الله ذاته. شوف برضو القديس أغسطينوس لما قال لربنا، قال: لقد خلقتنا منك وستظل نفوسنا تعبة حائرة إلى أن تجد راحتها فيك. راحتك يا عزيزي وراحة نفسك مش هتكون إلا في شخص الله، وسلامك مش هيطلع إلا من فم الله. المسيح يقول: سلام أترك لكم، سلام أعطيكم. طيب إيه تاني ربنا يقوله لك؟ المسيح يقول لك لو أنت مثلا حاسس بصغر نفس وبتدور على واحد يشجعك بكلمة تشجيع، المسيح يقول لك: كل الجميلة يا حبيبتي وليس فيك عيب. تقول له: كل جميلة إزاي إذا كنت أنا خاطي، إذا كنت أنا تعبان، إذا كنت أنا مرضان، إذا كنت أنا غرقان؟ يقول لك: طب تعالى، أما دانك أحد؟ تقول له: لا. يقول لك: ولا أنا أيضا أدينك. وكأنه عايز يقول لك يعني إنه أنا دايما بدور على اللي يريح قلبك عن طريق إن أنا أضع سلام جوه نفسك. ربنا يدينا أحبائي نعمة ويدينا معونة، وتكون أنفسنا ناجحة كما أيضا حياتنا ناجحة، وتكون نفوسنا سليمة حكيمة كما أيضا يريدها الله. ولإلهنا المجد الدائم أبديا، أمين. كل سنة وانتم طيبين.